FM. الكلمة ليك. نجاح نجاح يوسف الشاهد يمكن أن يكون تمهيد طريق لقرطاج، لكن ما نتصورش أنه الكل ينظر إلى قرطاج على أساس أنها مركز السلطة. أنا ما نتصورش أنه شخصية ديناميكية. أنا موضوعيا قرطاج المفروض أن يكون محطة مسار سياسي طويل من غير ما ننحاز ولا يعني آخر كارير، لا ولا فانت كارير، فانت كارير إنسان عمل مسيرة سياسية طويلة، عنده خبرة، عنده حكمة، عنده حنكة وشابة على السياسة، وعنده معرفة، وعنده معرفة حتى بالمشهد السياسي، بتاريخ المشهد السياسي. رأوا نحن عنا سياسيين اللي يعرف حتى شخصيا. فما شكون قال في مرحلة معينة كلام في قالوا المحاور متاعه، قالوا الشعب التونسي نعرفه شخصيا. راه كابافان الكلمة ليك.